أهلا بكم مستمعينا. بالانتقال إلى الشأن العربي، ماذا يحدث في السودان؟ تدور المعارك منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، حربا بلا رحمة على السلطة بعدما كانا حليفين منذ انقلاب عام 2021. أفاد شهود عيان بأن الاشتباكات مستمرة خلال الأيام الماضية على الرغم من هدنة بوساطة أمريكية تم الاتفاق عليها يوم الثلاثاء. لا تزال الطائرات الحربية تحلق في سماء العاصمة وينخرط المقاتلون من الجانبين في قتال عنيف بالبنادق الآلية والأسلحة الثقيلة. في وقت متأخر من ليل الأربعاء وافق الجيش السوداني مبدئيا على مبادرة للمنظمة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا إيجاد بتكليف رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على حل الأزمة الحالية. تسابق الولايات المتحدة والدول الأفريقية الوقت لتمديد وقف إطلاق النار في السودان اليوم الخميس، إذ أعطى الجيش السوداني موافقة أولية على اقتراح أفريقي يدعو إلى إجراء محادثات حتى مع استمرار القتال. قتل إلى الآن مئات الأشخاص خلال قرابة أسبوعين من الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع على السلطة، والذي يهدد بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع. للاطلاع على ما يجري وحقيقة الأمر ولماذا الآن، تطرح هذه المقابلة مع الناشطة السياسية بشاير مصطفى. ما الأسباب الحقيقية لاندلاع القتال ودلالاتها وتوقيتها؟ الوضع على الأرض حاليا لصالح من؟ تأثير الحرب على المواطن السوداني؟ ومتى ينتهي القتال ووفق أي سيناريو؟ بشاير مصطفى ناشطة سياسية، عضو الاتحاد النسائي السوداني وعضو منتدى بيان ومجموعة نساء هاملتون لاستنهاض النساء. لم تغادر صفوف العمل المعارض للديكتاتوريات في السودان، تعرضت للفصل والتشريد ولجأت إلى كندا كلاجئة سياسية وواصلت العمل المعارض. انضمت إلينا مباشرة من كندا السيدة بشاير مصطفى. صباح النور. صباح الخير لكم وشكرا لصوت العرب، اللي هو لأن نحن أحوج ما نكون كشعب سوداني لأنه صوتنا يطلع للعالم، لأننا في أزمة حقيقية سببها يعني فقط بتمثل في تصارع جنرالات على السلطة. نبدأ معك يا عزيزتي، يعني حرب السودان، هذه السيناريوهات، تدخل للدول الولايات المتحدة الأمريكية، دول أفريقية، دول كثيرة، لماذا الآن؟ لماذا هذا التوقيت؟ الكل يتساءل، تطرح العديد هذه الأزمة، تطرح العديد من التساؤلات. ما الأسباب الحقيقية لاندلاع القتال في السودان؟ نعم عزيزتي، يعني دي سلسلة من المواجهات والصراع. يعني السبب اللي خلى إنه نفس الجنرالات التابعين للنظام السابق، الجنرال البرهان والجنرال حمدان دقلو حميدتي، إنهم يعملوا فض الاعتصام بمجزرة، اعتصام الثوار قدام القيادة العامة في 2019، 3 يونيو 2019، عملوا مجزرة، هو نفس السبب الخلى البرهان يعمل الانقلاب، وهو نفس السبب الخلى الحرب هسه تستعر بين الطرفين، لأنه ده كله قطع طريق قدام الخيار الديمقراطي والحكم المدني اللي بيطالبه الجماهير بشعاراتهم من الثورة. أفهم هذا الموضوع، ولكن ألم يكونوا حلفاء، يعني ألم يكونوا حلفاء منذ انقلاب عام 2021 الذي أطاح خلاله بالمدنيين؟ ما الذي حصل حتى ينقلبوا على بعض وهذه الحرب؟ ما الذي أثار هذه المشكلة؟ هو تكتيك مرحلي، كانوا حلفاء في حكومة أمر واقع لحد ما واحد منهم يصل للسلطة، كان التنافس بينهم واضح، وكل ما مر التوتر بيزيد بينهم، كل ما اقتربوا، كل ما حصل اتفاق بين الأطراف السياسية السودانية وبوجود الأطراف الدولية، كل ما الاتفاق يصل لمرحلة إنه يسلم الحكم للمدنيين، في واحد منهم بيعمل حاجة تقطع الطريق والتاني بيقف معه، زي ما حصل في انقلاب 21 أكتوبر، القامبي والبرهان وحميدتي اتحالف معه على أساس إنه
كان الوثيقة الدستورية بتنص على إنه يسلموا الحكم للمدنيين بعد 39 شهر من توقيع الوثيقة، اللي هي كان في 3 أغسطس 2019، لما قبل ما يجي زمن تسليم السلطة للمدنيين طوالي البرهان عمل الانقلاب، وحميدتي وقف معاه لأنه عرف إنه ده الوقت اللي هو ممكن يستلم السلطة، فقالوا يستمروا مع بعض في حكومة أمر واقع. لما جاء الاتفاق الإطاري، الآن هو القش التي قسم الظهر البعير، في اتفاق اسمه الاتفاق الإطاري، وكان بحضور أطراف دولية في الآلية الثلاثية، كانت من الأمم المتحدة ودول الإيجاد والاتحاد الأفريقي، وكان في آلية رباعية يعني بتشمل الدول العربية اللي هي السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا. فالأطراف الدولية دي كانت جادة، وكل السياسيين كانوا جادين في توقيع الاتفاق الإطاري، اللي هو في النهاية بأدي لنفس النتيجة اللي قالتها الوثيقة الدستورية، إنه يسلموا السلطة للمدنيين. وهم لما تسلم السلطة للمدنيين اللي هيحصل لهم شنو؟ هيفقدوا الأمل في إنهم يحتلوا كرسي السلطة، الاثنين هم يعني بيهدفوا لده، وفي نفس الوقت بيفقدوا يعني مصادرهم هل ترين المالية. بشاير أن هذا تكتيك مفتعل بين الجانبين لقطع الطريق أمام المدنيين لتسلم السلطة؟ أكيد أكيد، يعني هو أصلاً ده الهدف، إنه المدنيين ما يستلموا السلطة، رغم إنه الشعارات كانت بتقول إنه العسكر للسكنات والجنجويد ينحل، دي شعارات الثورة، وإنه عايزين المدنية، وكل الفكرة إنهم هم عايزين يستمروا في الحكم العسكري عشان يستمروا برضو في نهب الثروات الوطنية. يعني بالنسبة لحميدتي كان بيستغل مواردنا بتاعت الذهب وبيبيعها لروسيا، وفي نفس الوقت البرهان كان عايز يستمر في الحكم عشان ما يتقدم للمحكمة الدولية، هو وحميدتي الاثنين مطلوبين للعدالة الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية في دارفور وهسه في الخرطوم. ولكن حسنا نحن مو يعني المشكلة وما فيها انه نحن بقينا في عرض انه الشعب السوداني ما لاقي سبيل للحياة، حتى حق الحياة انتزعوه منه يعني. فيعني دي كما هو المشكلة حال اللي معظم الشعوب العربية مع الأسف عزيزتي. يعني أعود معك إلى الوضع على الأرض حاليا، لصالح من الوضع حاليا؟ طبعا المشكلة يعني انه من الصعب جدا جدا القطع بمعلومة مفيدة، لأنه كلا الجانبين يعني انتهجوا سياسة التضليل والمعلومات المغشوشة، ورغم إنه الميديا موجودة والناس نفسهم بيمثلوا مراسلين، يعني كل الناس في الأسر اللي بيرسلوا لأهلهم بيكونوا هم مراسلين بيوضحوا الوضع في الواقع، الوضع مزري جدا، ودي حرب ما فيها أي منتصر، وحرب ما فيها خسارة إلا على الشعب السوداني نفسه، واللي بيخسر في أرواح كل يوم، وبيخسر في ممتلكات، وبيخسر في مستقبله كله يعني. يعني تم خرق هدنة إطلاق النار أكثر من مرة، والوساطة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا دول أفريقية تم خرق إطلاق النار. ما الهدف من برأيك كناشطة وعامل على الأرض وتعرفين الواقع ربما أكثر من الجميع؟ يعني ما الخطة الآن لخرق إطلاق النار؟ أنا بشوف إنه حتى الاثنين الجنرالات المتصارعين هم عارفين كويس جدا جدا إنه المجتمع الأوروبي ده أو المجتمع الدولي هو بهمه ونكر شيء رعاياهم، والهدنة كانت أصلا لإجلاء الرعاية للأسف. يعني حتى المجتمع الدولي ما تعامل مع السودانيين كبشر يعني زيهم وزي الناس اللي تم إجلاؤهم، يعني ما كان همهم كثير، والجنرالات المصارعين نفسهم تقصدين يتعاملوا أن بنفس كل دولة سعت إلى إجلاء رعاياها بغض النظر عن ما يعانيه السودانيون في الداخل؟ بالضبط نعم. بالضبط، ده اللي حصل للأسف. وبعد ده كله الهدنة بتعلن كفرقة إعلامية، يعني أي كل واحد منهم بيقول أنا مع الهدنة وأنا مع الحوار، رغم انه بينهم ما في حوار، لانه الاثنين عارفين كويس جدا انهم
عايز هدفهم، إذا واحد منهم وصل لهدفه الثاني بيكون انتهى. عشان كده دي حربهم بيستمروا فيها للنهاية يعني، إذا دونها وجود. سيناريوهات الحوار، دعيني أناقش معك سيناريوهات القتال والحوار. يعني برأيك لن يكون هناك غالب ومغلوب، لن يكون هناك أي مفاوضات أو اتفاق، سيكون فقط غالب ومغلوب، ومن يدفع الثمن هو المواطن السوداني. بالضبط كده يعني، حتى ولو السيناريوهات في ناس بيتكهنوا بانه اذا الجيش انتصر فغالبا غالبا يعني حيحاول يرجع النظام اصلا هو بينتمي له يعني، هو البرهان اصلا بينتمي لنظام المؤتمر الوطني او نظام البشير كما يسموه الاسلاموي، وهو يعني لو رجع النظام ده غد يعني خلوه يستمر في العمل وما يتقدم للمحكمة الدولية، وخاصة إنه رئيسه نفسه البشير لحد الآن المحكمة الدولية ما 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 عملت أي إجراءات ضده، بل إنه هسه يقال إنه أطلق سراحه من السجن يعني في الفوضى الحاصلة، لأنه يحس إن إحنا البلد في حالة بتاعت فوضى عارمة في يعني، فبيزين الفوضى دي أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين المطلوبين اللي هم كان المفروض يقدموه للمحكمة الدولية يعني. إذا في الوقت القريب لا ترين أن هناك أي أفق للمفاوضات أو أي اتفاق ممكن أن يكون على الأرض لإيقاف نزيف الدماء للشعب السوداني؟ في الأصل هو ما في صراع كان فكري بيناتهم عشان تحصل مفاوضة، أصلا ما كان في صراع فكري، الصراع أصلا دموي، وأصلا هم ما بيستخدموا لحسم أي صراع، الصراع دائما في حسمه بيستخدموا دائما القوى العسكرية والضرب والحرب للأسف يعني، العنف هو وسيلتهم الوحيدة زي ما قلت لك، سلسلة يعني من فض الاعتصام للانقلاب لهس الحرب، فاتطورت السلسلة دي دائما بواجهوا الشعب بالحرب وبواجهوا خيارات الشعب بالحرب عشان يقطعوا الطريق قدام الحكم المدني الديمقراطي، وواحد منهم عايز يستلم السلطة ويقصد تاني ويقصد الاخر، عشان كده حيتفاوضوا على شنو يعني، ما ممكن يقعدوا حول ترابيزه مثلا يتفاوضوا على حاجه، حتى لو حاولوا انه يرجعوا مع هي بعض حرب عشان إقصاء، إقصاء لأحد الطرفين. طب هل لدى أحد الطرفين شرعية؟ هل هناك شرعية لأحد الطرفين يعني؟ اطلاقا للاسف ما في اي شرعيه، لانه لما قعدوا الناس وعملوا اول شيء الوثيقه الدستوريه قالوا انهم المفروض من ضمن بنوده انشاء مجلس تشريعي، ورسائل السلام والديمقراطيه دي كانت الوثيقه الدستوريه اللي عملوها بعد المجزره، فلا حل السلام، لسه كانت في حروبات هنا وهناك، ولا كانت في حروبات في اثنيه وقبليه، وحروبات دارفور استمرت، وحروبات في الشرق وسد الطريق في الشرق، يعني ما كان في سلام ابدا على الاطلاق. الشيء الثاني المجلس التشريعي رفضوا انه ينشئوا يعني لجنه التمكين، اللي بدت انه لجنه ازاله التمكين، ازاله التمكين حاولوا انه يثبتوها وحتى اعتقلوا رئيسه وخطوه في السجن يعني، كل الاشياء جات في بنود الوثيقه الدستوريه البرهان وقفها وعدلها وفصل على حسب الانقلاب الجديد بتاعه وانفراده بالسلطة هو وحليفه حميدتي، وحميدتي والبرهان كل واحد منهم كان بيضمر للآخر أشياء على أساس إنه في يوم من الأيام حيقصيه ويحل محله وينفرد بالسلطة، بشاير وعشان يعني كده لماذا يتعامل إذن المجتمع الدولي، إذا لم لا تكن برأيك لا ليس هناك شرعية لأحد الطرفين، لماذا يتعامل المجتمع الدولي مع طرفي الصراع كطرفي صراع متساويين؟ لأنه الاثنين كانوا زي ما قلت لك مسكوا الحكم من نظام دموي أزاغ البلاد الأمرين، مسكوا منه يعني زي ما تقولي مرحلة انتقالية يعني، كانوا بيتخيلوا إنه يعني التزموا حسب كلامهم هم، للأسف الاثنين عندهم السياسة بتاعت التضليل والكذب، الاثنين بيقولوا إنه عايزين يسلموا الحكم لحكومة مدنية ديمقراطية، فكانوا منتظرين إنهم يأدوا المهمة دي ويسلموا الحكومة لحكومة مدنية، الحكومة المدنية هتقوم
يعني إنشاء قوانين تحاكمهم هم نفسهم كأمراء حرب ومطلوبين للعدالة الدولية. فللأسف هم ما عايزين يسلموا الحكم لحكومة مدنية أو ديمقراطية عشان ما تجي قوانين عادلة. ومن ضمن شعارات الثورة الحرية والسلام والعدالة، والعدالة دي بالذات هم ما عايزينها، لأن العدالة بتعني موتهم، بتعني محاكمتهم، بتعني وجودهم في السجون، وهم ما عايزين. إذن هناك من يشير بشائر إلى انتماء البرهان للإخوان والنظام القديم، هل هذه من ضمن الإشاعات ومن ضمن ما يقال ويشاع، هل هذا صحيح؟ أبدا، البرهان كان عضو مؤتمر وطني في نيرتيتي في دارفور، كان الحاكم هناك، وحميدتي نفسه أساسا الوليد غير الشرعي للجيش السوداني اللي هو جابه البشير عشان يقوي به الجيش، وجاء وبدأ يمارس نهب الموارد وقوي الجيش، وبقى كان دولة داخل دولة، يعني كان مش موازي للجيش وبس، كان دولة داخل دولة. يعني حميدتي ممكن يطلع يمشي إسرائيل، يعمل صبغة، يمشي لحاله كده بدون ما يستشير أي وزير أو أي وزير خارجية أو أي جيش أو أي، يعني بيمارس في سلطاته وكأنه هو حاكم فعلي. حاكم بأمره طبعا، جنرال الحكم كلهم حكام بالأمر. يعني هناك أيضا من ضمن السيناريوهات التي تطرح ويقولها البعض أن حميدتي متحالف ويمول من قبل بعض الدول العربية وروسيا وإسرائيل، ما مدى صحة هذه الاتهامات بالتمويل من قبل بعض الدول العربية روسيا وإسرائيل؟ بالنسبة لروسيا، هي روسيا نفت التعامل مع حميدتي بصورة يعني مباشرة، لكن بتتعامل معه من خلال شركة فاغنر اللي هم نفسهم مرتزقة زيهم زي حميدتي، وبيمارسوا النهب والعمل في السوق الأسود بتاع الذهب وغيره من المعادن النفيسة، اليورانيوم، الذهب كده، اللي هي بلادنا غنية بيها يعني. وللأسف الشعب السوداني ما استفاد منها أي شيء، فكانت الميليشيا بتاعت الجنجويدي حميدتي اللي بتستخدم في يعني تستثمر في ده، ولمصلحة الميليشيا نفسها اللي هي اتضخمت وبقت يعني أرصدة عالمية مليارات الدولارات، اللي هي بدل تجري الخزينة السودانية كانت بتمشي لجيوب الجنجويدي. أما عن البرهان والسؤال كان إنه علاقة حميدتي بالدول العربية، هناك نعم من يشير طبعا، أن بعض الدول العربية تمول حميدتي وأيضا إسرائيل لها يد في الموضوع. يا بالنسبة للدول العربية ما كانت مخفية، يعني إنه حميدتي كمرتزق استخدموا جنوده في الحرب ضد اليمن، واستخدمته السعودية والإمارات، وكانت بتدفع له فلوس طبعا مقابل الجنود والحرب، وكانت تجارة كبيرة جدا بالنسبة لحميدتي، ودي علاقتها معاه يعني. أما ولكن عن لا يوجد تمويل له في حربه الدائرة الآن، هل هذه الاتهامات صحيحة لا ربما؟ أعتقد، لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. وهم نفسهم الإمارات والسعودية جزء من الآلية الرباعية بتاعت الوساطة كانت لتوقيع الاتفاق الإطاري، فما أفتكر إنهم يعني والله أعلم، ما أفتكر إنهم حيمولوه في الحرب ضد السودانيين. لكن يعني أما عن فلوس الدفعوا عليه وعن الجنود اللي رسلهم للحرب في اليمن، ترو يعني كان الجنود نفسهم بيمشوا بيو وبيدفعوا لهم فلوس، وفيهم اللي بيموتوا هناك يعني للأسف. يعني ماذا عن إسرائيل؟ ما هو الدور إسرائيل الذي تلعبه إسرائيل الآن؟ كلا الجنرالين كانوا أول ما مسكوا طوالي بيمشوا إسرائيل بصورة منفردة، يعني كل واحد منهم بيمشي إسرائيل، يعني ما بيمشوا مع بعض لكن كل واحد بيمشي إسرائيل. أكيد يعني إسرائيل بتمدهم بالعتاد الحربي، وبيعملوا معاه اتفاقيات خارجة عن القانون، يعني اتفاقيات بتاعت استخدام المواني البحرية اللي هي عايزاها، أو اللي هو بالذات ساحل البحر الأحمر اللي إذن بيعتبر. كيف تمول إسرائيل الطرفين ويطلب منها أن تكون وسيط سلام؟ يعني لا أفهم هذه النقطة.
لا، إسرائيل عمرها ما كانت وسيط سلام، ما في. الآلية الرباعية كانت فيها الإمارات والسعودية، أو ما زالت الإمارات والسعودية وبريطانيا وأمريكا. أما الآلية الثلاثية فيها الأمم المتحدة، منظومة الإيجاد، والثالثة هي منظومة الإيجاد والأمم المتحدة والأفريكان يونيون، أو الاتحاد الأفريقي. إيجاد، نعم. إذا برأيك، يدهمنا الوقت، لدي أقل من 4 دقائق بشاير، يعني برأيك هل ستطول الأزمة؟ كيف ستكون تداعياتها إقليميا وأيضا على الشعب السوداني، الذين بدأنا نرى أزمة إنسانية حقيقية الآن على أرض الواقع؟ طبعا اذا زي ما قلت لك، يعني كان في تلاسنات بين الجنرالات الاثنين كبيره يعني، واتهموا بعضهم البعض باشياء كبيره، مما يقطع الطريق من اي تفاوض ورجعه لهم الاثنين. والشعب السوداني اصلا قبل الحرب دي ما كان راغب فيهم الاثنين يعني، نعم. وبالتالي المجتمع الدولي نفسه ما بيقدر يديهم شرعيه يعني تمتد أكثر من كده، لأنه كان كل الوقت كان هو إذا كيف ستكون تداعيات هذه الأزمة إقليميا؟ وهل يقف الآن السودانيون موقف المتفرج، وهو يعني إلى الآن عشرات، أكثر من 500 إلى 600 قتيل مع المئات من الجرحى، هل يقف السودانيون موقف المتفرج من الطرفين؟ كيف ستكون تداعيات الأزمة إقليميا من فضلك سريعا؟ السودانيون هسه يعني في عرض الحياة، يعني هسه كل الناس اللي نزحوا من العاصمة مشوا لأقاليم بيحاولوا يساعدون في إنه يلقوا الضرورات الأساسية للحياة، يعني الماء، الأكل، المأوى، شلتر آمن، يعني دي لأنه بقت في سيولة أمنية عالية في العاصمة، بقى في نهب وسلب وضرب واقتحام للبيوت من قبل الناس ذاتهم، ما عارفين إنه ديل بينتموا لمنوهم، لانهم بيتبادلوا الاتهامات. يعني بقول لك مثلا الحته الفلانيه ضربت دعم السريع، طوال الجيش يطلع، طوال الدعم السريع يطلع يقول الجيش ضرب الحته الفلانيه. فيعني في ظل التضارب بتاع التصريحات والتنافس العالي جدا لانه يزينوا موقفهم قدام الشعب السوداني والمجتمع الدولي، الشعب والمجتمع الدولي فقدوا المصداقيه فيهم. بالتالي في النهايه ما حيكون فيهم اي رابح، وفي النهاية واحد منهم إذا فنى الآخر برضه ما حينفرد بصوته. هل ترينا أن هناك مصلحة بأحد الأطراف من الخارج بهذا التوقيت بالذات، بإشعال الأزمة، بإشعال فتيل الأزمة، يعني من سوريا إلى اليمن، بدأنا من العراق، هناك سيناريو يقول إنه هذا الوقت يعني بالتأكيد استكمالا لسيناريو تخريب الوطن العربي، هناك من يشير إلى هذا التوقيت، ليس يعني هناك استهداف للسودان الآن. للأسف يعني اللي بيشعل في الفتيل كل الوقت هو الحزب المنحل، حزب المؤتمر الوطني، لكن بالنسبة للمجتمع الدولي كل يبكي على ليلاه. يعني بالنسبة للجارة مصر عايزة حكم يضمن لها مصالحها في مصادر المياه، وهم دائما بيسموا السودان عمق استراتيجي بالنسبة لهم وأمني، وخاصة إنهم في منافسة مع أثيوبيا على منابع النيل، وبالنسبة لأثيوبيا نفسها عايزة تضمن برضه حقوقها في المياه وفي الأمن، وكذلك الدول الثانية كل دولة عندها مصالح عايزاها تمشي من خلال واحد منهم. لكن هسه بعد العرض اللي قدموه ده من الـ يعني ضد شعوبهم، ضد شعبهم، فما أفتكر أبداً إنه هيكون في أي أمل للاستمرار معاهم، وكل دولة حتى لو عندها مصالح في السودان حتفكر مليون مرة قبل ما تستمر معاهم. في دقيقة من فضلك، هل ستكون للأزمة تداعيات إقليمية؟ أكيد أكيد، لأن السودان هسه هو محاط بثمانية دول في الجوار بتاعه، أكيد الحرب بتأثر، يعني النزوح، التفلت الأمني، التداخل، يعني أشياء كثيرة جدا ممكن من هنا لهنا، ناس يدخلوا السودان من إرهابيين وغيرهم مفتوح، ناس يطلعوا من السودان من مجرمين وغيرهم ممكن يلوذوا بالدول المجاورة.
المعادن والثروات وكلها بدونها ما معروف بتمشي وين. يعني الحدود مفتوحة هسه لأنه في حالة بتاعت فوضى، فأكيد بيكون في تأثيرات على كل الدول اللي حولنا بما فيها جنوب السودان اللي هو أصلا مليء بمشاكل وحروبات محلية. أشكرك جزيل الشكر الناشطة السياسية بشاير مصطفى على يعني إضاءتك حول هذا الموضوع، ونستمر في طرحه. طبعا حرب السودان سيناريوهات عديدة والحل مفقود من وجهة نظرك. شكرا لك، كنت معنا مباشرة من كندا. شكرا جزيلا، إلى شكرا. اللقاء.